اللي كان هو مدرب لفريق ومنتخب فيتنام اليوم المباراة الثانية للمدرب الكوري الجنوبي كيم سانغ سو هو اللي يقود منتخب فيتنام في هذا اللقاء بعد مباراة الأولى اللي حقق الانتصار على حساب المنتخب الفلبيني 3-2. لذلك هذه المباراة الثانية تعتبر للمدرب الكوري الجنوبي مع المنتخب الفيتنامي. هنا عمر العلي الحكم الدولي الإماراتي يطلق الصافرة للمباراة الدولية الثالثة للؤي العاني. لاعب الزوراء يلعب في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، أحمد يحيى داخل منطقة الجزاء منتخبنا فيتنام يحاول أن يسجل انتصار تاريخي على منتخبنا الوطني داخل منطقة الجزاء خطيرة للمنتخب ومهاجم منتخبنا العراقي وهدف المباراة. الله مدافعنا المميز مدافع يمين منتخبنا حسين علي، حسين علي يطلق صاروخ على مرمى المنتخب الفيتنامي. الله على هدف رائع لمنتخبنا الوطني، كرة لا تصد ولا ترد، كرة لا تصد ولا ترد. الله على حسين علي، هدف الدولي الأول حسين علي مع منتخبنا الوطني. حسين علي لاعب هيرنبين الهولندي يسجل هدف جميل ورائع. لاحظ 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 الله 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 ما أروعك ما روعك ما روعك ما روعك بديع. يبدع 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 حسين علي عليها من جديد ويسجل في مرمى المنتخب الفيتنامي. حسين جهة اليمين حسين علي إلى الأمين يوسف الأمين حاول يمر يوسف الأمين ومحاولة خطيرة أخرى لمنتخب صلى إلى نهاية كأس العالم. هذا مهند علي خطيرة منتخبنا ممكن سالم مهند ميمي 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 يحاول أن يمر وحارس المرمى وركلة جزاء لمنتخبنا الوطني ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني. مهند علي مهند علي ميمي ميمي ينطلق ويمر من أمام دفاعات المنتخب الفيتنامي وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني. فيليب نيغوين حارس المرمى لمنتخب فيتنام يرتكب خطأ ويحرم منتخبنا الإسباني هيسوس كاساس. هيسوس كاساس مهند يتقدم وضاعت ضاعت ضاعت ركلة الجزاء لمنتخب. ما عليك يا مهند ما عليك خلاص خلاص كبار ونجوم العالم أضاعوا ركلات جزاء. لذلك خلاص ضاعت ركلة الجزاء المباراة الماضية جهة اليسار. محاولة قريبة الاثنين على المنتخب الفيتنامي. ريفين سلاقة سجل هدف وأيمن حسين سجل هدفين. محاولة فيتنام خطيرة على مرمى منتخبنا لكن إلى أهداف أخرى في مرمى المنتخب الفيتنامي. عملية تغيير اللعب جهة اليسار علي جاسم بالمهارة ممكن يمر علي داخل منطقة الجزاء الفيتنامي يحاول يهيئ كرة لليبين ركلة حرة مباشرة ممكن هدف ثاني. منتخبنا الوطني العماري داخل منطقة الجزاء فيليب نوغوين حارس المرمى عملية الإبعاد تعود من جديد ممكن 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 دائما يفعل الأطراف منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الفيتنامي. الأمين مر الأمين مر الأمين ومحاولة لمنتخبنا وخطأ للمنتخب الفيتنامي خطأ وبطاقة صفراء ليوسف الأمين اعتبرها حكم المباراة الدولي الإماراتي عمر العلي تحايل من يوسف الأمين اعتبرها تحايل من يوسف الأمين. لذلك يوسف الأمين سلاقة عادة لجلال حسن جلال إلى ريبيل يلعب بالنار لاعبي منتخبنا الوطني وهنا خطأ على المنتخب الفيتنامي. الحذر 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 من هذه الكرات يا ريبيل خطأ الدفاع يكلفنا الكثير. 18 نقطة وقريبين إلى النقطة 18 في هذا اللقاء داخل منطقة الجزاء. فيتنام في بعض المحاولات يحاول أن يصل إلى مرمى منتخبنا للوصول إلى الوسط. واندوك إلى الخلف واندوك وخطيرة لفيتنام مرت 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 محاولة خطيرة للمنتخب الفيتنامي. لدينا بعض الثغرات في خط الدفاع لمنتخبنا الوطني على المدرب خيسوس كاسر والثغرات الدفاعية في خط الدفاع. محاولة مرور لعلي جاسم ممكن منتخبنا هدف ثاني. علي مر من أمام لاعبي المضاع يشير إلى حكم المباراة الدولي عمر العلي خطيرة والثاني ضاع 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 هدف ثاني لمنتخبنا أمام تعلق حارس المرمى حارس المرمى للمنتخب الفيتنامي. فيتنام اللاعب بو فان تان كرة داخل منطقة الجزاء أقرب لحسين علي ريفين يعيد إلى جلال
لاعب اوتركت الهولندي. عملية الهجوم الآن ممكن ثاني، عملية المرور علي جاسم خذوهات زيدان علي ممكن ثاني والعارضة وضاعت على منتخبنا، ضاعت على منتخبنا. الله 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 الآن 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 لواي أقرب لحسين علي، حاول على الكرة عكسية داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى المنتخب الفيتنامي. ممكن ثاني أحمد يحيى، حاول مرمى أحمد يحيى داخل منطقة الجزاء وضاعت وضاعت على بايش، ضاعت على بايش. أيمن 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 حاول حاول أيمن حسين الوصول للكرة براسية، مرت مرت فريق الفيتنام. وغالبية اللاعبين تشكيلة منتخب فيتنام يلعبون مع فيتل وأيضا مع فريق هانوي، مع هانوي ومع فيتل. وحارس مرمى منتخبنا جلال حسن بكرة خطيرة للمنتخب الفيتنامي، لكن ننتظر التأهل إلى كأس العالم، ننتظر التأهل إلى كأس العالم. رهيب 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 رهيب، حاول إبراهيم ينقل كرة داخل منطقة الجزاء للمنتخب الفيتنام وضاعت. التفاؤل موجود مع كاسس، مع منتخبنا الوطني، مع لاعبينا، مع محاولة لمنتخب نتيجة مباراة السعودية والأردن مهمة لمنتخبنا للوصول إلى المستوى الثاني. عملية الهجوم الآن فيتنام في محاولة تعديل النتيجة داخل ابنه مهند علي أو إبراهيم بايش، هذا مهند وهدف ثاني، جول ثاني لمنتخبنا الوطني، هدف 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 ثاني لمنتخبنا الوطني. الله 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 علي جاسم، علي جاسم هدف الثاني الدولي والمباراة الثانية على التوالي علي جاسم بعدما سجل في مرمى أندلوسيا الآن يسجل في مرمى المنتخب الفيتنامي ومنتخبنا يتقدم لمباراة السعودية والأردن. تقدم الأردن بهدفين لهدف واحد على حساب المنتخب السعودي والجزاء يحاول حارس مرمى منتخبنا جلال. الله على جلال، حلوة لجلال، الله يا جلال. ينقذ محاولة خطيرة لصالح المنتخب الفيتنامي، لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة، تيان لينا حاول أن يقلص الفارق للمنتخب الفيتنامي لولا براعة حارس مرمى منتخبنا جلال حسن للتصدي ببراعة لهذه المحاولة. حلوة لجلال. ترك الآن ماركو فرج لاعب سيترونس النرويجي سيشترك الآن في آخر تغييرات منتخبنا الوطني وهدف للمنتخب الفيتنامي. هدف 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 مفاجئ للمنتخب الفيتنامي، هدف مفضل اشترك من خلال الشوط الثاني يسجل هدف لمنتخب فيتنام، يسجل هدف. لاحظ الإعادة وتمركز خاطئ للاعبي منتخبنا، لاحظ هنا ويسدد بالمباشر ومرت على حارس مرمى منتخبنا. يعني حارس مرمى منتخبنا جلال حسن سوى الصعب والسهل مر على جلال، السهل مر على جلال، يعني قبلها أنقذ محاولة كانت هي أخطر. منافي ونص 16 مباراة دولية، هدف دولي وحيد لمنوف الرأسية من أيمن والمحاولة منتخبنا ممكن ثالث داخل منطقة الجزاء. آكام ممكن يصل إلى هدف ثالث، مرت مرت على آكام، مرت على آكام وعلى أيمن. وقت المحتسب بدل ضاع للشوط الثاني والمباراة. لاحظ الإعادة والارتقاء الرائع من أيمن، أنقذ حارس المرمى وضاعت فرصة تسجيل هدف ثالث. والمتابعة كانت من مناف ومن ثم آكام مدافعي منتخبنا المتقدمين داخل منطقة، أقرب لإبراهيم بايش حتى مدافعي منتخبنا متقدمين للأمام. آكام آكام وأيمن يسجل ثالث، جول ثالث. أيمن 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 حسين يسجل ثالث الأهداف. الله 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 على آكام، الله على أيمن، الله على هدف ثالث. منتخبنا إلى الثلاث نقاط، منتخبنا للعلامة الكاملة، منتخبنا يحقق نتيجة أخرى هذه المرة على حساب المنتخب الفيتنامي. وأيمن يسجل يسجل لمنتخبنا ثالث الأهداف في هذا اللقاء. لاحظ التسديدة غير متسلل أيمن، غير متسلل أيمن، ردها القائم الأيسر لمرمى المنتخب الفيتنامي لتجد المتابعة من أيمن حسين ليسجل ثالث الأهداف لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب الفيتنامي. ثلاثة العراق واحد فيتنام، ثلاثة العراق واحد فيتنام. أيمن حسين 27 هدف دولي وسابع أهدافه من خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، سابع أهدافه إن شاء الله.